صلاح بيتدخل في الشغل زي ما الناس قالت انه يتدخل في التشكيل، بيجيب صحابه وبيعمل بيسا. لازم اسالك، لازم اسالك، ايوه لازم اسالك السؤال ده. طب انت مين اكيد صحابه يعني؟ بتشوف، مين صحابه؟ اقول اسماء؟ عايز تقول اسماء؟ لا قول مش وقول. لا هتقول اسماء، ده جه عشان صاحبه، طب حط البديل. لا لا مش هو ده اسمي، بس اكلمك قول الاسم وحط من البديل. اللي بيتقال على السوشيال ميديا، وانت اكيد برضو شو كنت الكلام تعرف. ده؟ ما كانش يوصل للليفل ده يعني صلاح لو يعني ده طبيعته. انت اكيد طب ما بتقول يتدخل لا. في ليفربول بقى. طب ليه ما طلعش الكلام ده في ليفربول؟ ما انا ما هقول هو لك، رقم واحد ورقم اتنين في ليفربول، مش ايوه رقم واحد ما بس. انا هقول لك، هو مش انت بتشوف على السوشيال ميديا صلاح اللي بيختار التشكيل، صلاح اللي بيجيب لعيبه لا شفنا حاجات المنتخب، كتير. صح كده؟ شفنا حاجات كتير ما ده موجود اللي انا بس يعني بكلمك فيه. ماشي. ما انت اديك قلت في الاخر، وبشوف كلمات في القنوات، ما في نقاب بتطلع تتكلم للاسف يعني. خلينا نقول ما في ادم في محتوى، هو ما فيش محتوى دلوقتي حاضر غير ده، فهنطلع نتكلم، ما احنا طالعين لايف يعني. خليني بقى اصلا هنقول ايه؟ لازم يا اما بننقل الصوره اللي في الشارع، يا اما بنتكلم عن القناعات الشخصيه، يا اما الاثنين. انما اراهنك ان 80% من اللي بيتقال هو ممكن يكون اصلا اللي بيقوله مش مقتنع بيه يعني. فده ما طلعش عن صلاح في ليفربول، بقاله كام سنه؟ بقاله كام سنه بينافس على الهداف. طب على الاقل صلاح في المنتخب بينتقد ان هو مش زي في ليفربول. طب هو في ليفربول بقى رئيس جمهوريه يعني، طب ده ليه ما بيتقالش عنه في؟ طب هو ليه مش في المنتخب مش زي ليفربول؟ الكلام ده مش صح. لا انا شايف ان هو طبعا في المنتخب كارقام بقى، اكيد ما بتتفرجش على الماتشات كارقام، وفاضل له اعتقد يعني عدد اهداف لا يتعدى 3 اهداف ويبقى هداف التاريخي للمنتخب مصر يعني، فاهم؟ ف يعني هنا زي هنا طبعا ما فيش اختلاف. على الاقل، على الاقل عشان ما بقاش بفتي في الكوره برضه. انا مش قصتي يعني، لا لا خلاص، انا بقول لك هقيمه من حالة انت عشتها. انا، حالك عشتها كدوافع، كدوافع وكنوايا وككلام جوه اوضه اللبس وككلام مع اللعيبه. لا هو لو يعني هتقول له تاخد بطوله مع المنتخب، تاخد افريقيا ولا تبقى هداف الدوري تاني مثلا لرابع 5 مرة في ليفربول، يقول لك يا عم اخد البطوله يعني. قالوا لي انه قال كلمات مؤثره جدا وهو ماشي بيودع اللعيبه من المعسكر اللي راح ليفربول، وكان بيودعكم. قال برضو، قال كلام مؤثر انا جدا. ما حضرتش فعليا الكلام يعني، بس اللي انا عرفته من اللعيبه ان هو اتكلم واكد لهم ان احنا هنتقابل تاني هنا في النهائي، وان انا هرجع في اسرع وقت. وخلي بالك هو ده كان تعليق صلاح من الاول على قصه اسافر ولا ما اسافرش، وارجع ولا ما ارجعش، واقعد هو اكمل فارق ولا معاه اسافر. الحالة نفسها؟ انا عايز ارجع في اسرع وقت بس، لان ده العامل المشترك. خلي بالك احنا مكملين او مش مكملين، العامل المشترك انه يرجع في اسرع وقت.